عندي 23 سنة، بدرس في طب عين شمس، لسه في سنة خمسة. الموضوع ابتدى في ان ماما كانت شغالة اصلا جزارة، وبعدين لما السن كبر بيها شوية ما بقتش قادرة تنزل المطبخ، فكرت في حاجة تانية بدل ان هي تشتغل جزارة. فايه اكتر حاجة ليها علاقة باللحمة والجزارة وحاجة زي كده، فلقيت ان الحواوشي. بس للأسف ساعتها ما كانش عندها مكان، فكرت في موضوع عربية الحواوشي، وكانت الأول بتتنقل من مكان لمكان، مع مرور الوقت ما بقتش قادرة، فاستقرت هنا في رود الفرج، بنزل اشتغل معاها، ولو بقدر ان انا اساعدها من البيت بساعدها من البيت. امي اسمها ملكة الحواوشي في رود الفرج. لا، هي انا نفسي بقى ان هي تبقى ملكة الحواوشي في العالم كله. اكيد هفتح عياده، بس برضو مش هسيب شغل ماما، يعني ان شاء الله هنكبره، لان ده تقريبا مصدر رزقنا الوحيد. بيتبعت لنا كومنتات كتيره جدا، انت مش مكسوفه ان انت دكتوره ووافقه على عربيه حواوشي؟ فلا، انا يعني اكبر المشاكل اللي ممكن تواجهني هي التنمر. العنصر للموضوع مش ان انا دكتوره، لا، العنصر ان بنت نازله تشتغل. في رجاله ممكن تقف معاكي ويعاملوكي كويس جدا وباحترام، ونظرتهم ما تكونش وحشه خالص، وفي رجاله تانية ما بتكونش كويسه. ونفس الشيء مع الستات، يعني ممكن في ست تقف جنبك وتدعمك وتقول لك كلام كويس جدا وتشجعك، وست تانية تحبطك تقول لك ايه اللي انت بتعمليه دوت، انت بهدلتي منظر الستات. يعني انا ليا دكاتره صحابي بيشجعوني جدا وبيجوا عند ماما ياكلوا حواوشي، وفي دكاتره تانية تقول لك لا لا انا ما اكلش الحاجات دي، او لا 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 انت ازاي اصلا تقفي على عربيه حواوشي في الشارع، هي يعني كمان مش مكرمانه واقفه في محل. يا جماعه، انا لو قادر ان انا اجيب محل انا اكيد هجيب. انا الحاجه اللي انا بعملها على عربيه الحواوشي وماما بتعملها احنا بناكل منها، يعني تقريبا ما فيش اكتر من كده حفاظا على حاجه. يعني اكيد مش هقدم للناس حاجه ما بلهاش ان انا اكلها. فكره ان حد يستعر من شغل اهله دي فكره وحشه قوي، هي موجوده بس هي يعني غير منطقيه. اصل شغل اهلك طالما هو مش عيب ولا حرام يبقى هتستعري منه ليه؟ كهبة ان شاء الله باذن الله هخلص دراسه واحاول ان انا اكمل شغل في دراستي بجانب الشغل بتاع ماما.